الحكومة تعلن البدء الفوري في تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية. شكري ونظيره القبرصي يتوافقان على تكثيف التحركات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار شامل في غزة وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة. برعاية مصرية قطرية، القاهرة تستضيف جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين أبرز محاور المناقشات. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطبيق الحزمة الاجتماعية العاجلة. وثمن مدبولي خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس السيسي لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة بقيمة قدرت 180 مليار جنيه، ذلك اعتبارا من شهر مارس المقبل، لافتا إلى حرص الرئيس وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطن والسعي الدائم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية. وفي سياق آخر، جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وكذا جهود ضبط الأسواق تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، ذلك اعتبارا من الأول من مارس المقبل، وتتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية. كما وجه الرئيس السيسي بتبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وشملت الحزمة زيادة في المعاشات بنسبة 15% لنحو 13 مليون مواطن. الانحياز للمواطن هو العنوان الأبرز للقرارات التاريخية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها بتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية على الإطلاق. حزمة الحماية الاجتماعية التاريخية تستهدف تخفيف أعباء المعيشة على المواطن بشكل عاجل واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية. توجيهات القيادة السياسية جاءت من واقع إدراك القيادة لحجم التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل التحديات العالمية التي انعكست على مصر من موجات التضخم. ردود الفعل من الجهاز التشريعي والنخب السياسية جاءت مرحبة بحزمة الحماية في سياقات التوقيت والحجم الضخم، فالعائلة المصرية خاصة من محدود ومتوسط الدخل على بعد أيام من شهر رمضان المبارك، كما أن قرارات الحماية الاجتماعية تأتي في وقت تعاني فيه أغلب دول العالم من ارتفاع الأسعار نتيجة لنقص المواد والأزمات والصراعات الدولية. وصفت قرارات الرئيس السيسي بأنها طوق النجاة للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، حيث إن القرارات جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة وأنها تشمل زيادة معاش، تكافل وكرامة، مما يؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطن البسيط وحرصه على التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين لمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. اتحاد عمال مصر من جانبه ثمن قرارات الرئيس السيسي وقال إنها تساهم في تخفيف أعباء الحياة لعمال مصر،
مؤكدا أن الدولة المصرية تتحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية مناصفة مع المواطنين، بل إن الحكومة تسعى جاهدة إلى تحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي وتخفيف ما يمكن تخفيفه عن المواطن. قرارات الرئيس السيسي تأتي بحزمة حماية اجتماعية عاجلة انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف العالمية الحالية. تتضمن الحزمة الاجتماعية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها عددا من البنود المهمة تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. هذا وأشاد المواطنون في المحافظات بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة القرارات الجديدة للسيد الرئيس اللي هي بتأتي في إطار معالجة آثار ارتفاع الأسعار لرأس الظروف الاقتصادية واللي بتمر بها المنطقة بشكل عام ومصر بشكل خاص، بتأتي في موعدها تماما وبتعكس يعني إحساس القيادة السياسية وإحساس الحكومة المصرية بالمواطن المصري ومحاولة مد يد العليا في هذه الظروف. أحب أيد السيد الرئيس على كل قرارات الحازمة اللي قام سيادته باتخاذها عشان حماية المواطن من الفجوة الكبيرة في الأسعار. قرارات ما شملت كل المواطنين، ما سابتش فئة من الفئات. حاسس الرئيس بينا، حاسس بالشعب، حاسس بالمواطنين. قرارات إيجابية جدا عملت راحة للمواطن المصري. سعدنا بما أصدر السيد الرئيس من حزمة قرارات تدعم المواطن البسيط لمواجهة علو الأسعار. هذه خطوة طيبة تعتبر يعني حلو من القائد إلى يعني من يقودهم أو إلى شعبه. القرارات دي هتساعد على رفع مستوى المعيشة، وطبعا احنا بنأيد سيادة الرئيس هذه القرارات كلها لأن هو على دراية بنقد الشارع. نشكر سيادة الرئيس والحكومة على هذه القرارات، واحنا بندعم سيادة الرئيس في هذه القرارات كلها. انا بقول بصفتي ان انا واحد من المعاشات قد ايه حاجة زي دي رفعت من روح المعنوية بتاعت كل الناس، رفعت من روحنا المعنوية، وقد ايه احنا يعني مبسوطين جدا 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 جدا، خاصة ان احنا داخلين على شهر رمضان. وكل سنة وحضرتك طيب يا ريس، كل سنة ومصر كلها طيبة. وانا بشكرك يا سعادة الرئيس يعني على القرارات اللي حضرتك خدتها امبارح، بس حضرتك محتاجين يعني ناخد فرص عمل اكتر. بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجهوده الرائع والإنجازات اللي بيعملها في مصر وخاصة برضه في محافظة سوهاج، ونتمنى إن شاء الله المزيد. وحقيقة القرار أو القرارات الأخيرة بزيادة الدخل، وده دليل على اهتمامه بالمواطن ومحبته للمواطن، وإحنا بنحب الرئيس، وإن شاء الله وبإذن الله يعني قرارات سليمة وجاءت في وقتها وكنا في احتياج إليها فعلا. قرارات ملائمة لسد احتياج المواطن، فيعني الزيادة دي تعتبر كويسة. بنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أقرروا الحزمة الاجتماعية للموظفين والمعاشات في ظل الظروف القاسية اللي احنا بنعانيها حاليا. يعني بنشكره خالص ان هو زود العلاوة الاجتماعية، خلاها 10% بدل من العام الماضي كانت 5%، وان هو أقر لكل درجة مبلغ من 500 جنيه لحد 900 جنيه بعلى يقل عن 1200 جنيه. احنا بنشكر سيادة الرئيس ان هو عمل الحزمة دي في الوقت اللي احنا محتاجين فيه. القرارات اللي اتخذها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل الظروف الراهنة
جاءت في الوقت المناسب، ودايما بنشوف بنرى وبنشاهد القرارات العظيمة اللي بيتخذها فخامة الرئيس المصري لصالح المواطن المصري، فمزيد من التقدم ومزيد من الاستقرار. احنا بنشكر سيادة الرئيس على الزيادة اللي جابها للموظفين والمعاشات، لان دي قرارات جت في محلها، لان زي ما تقول السوق والشعب واخد بالك ايد واحدة مع سيادة الرئيس. نحن نشيد بقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور، قرارات جميلة ممتازة تصب في مصلحة المواطن، بتخدم الطبقة الفقيرة، الطبقة محدود الدخل. الرئيس كتر خيره، كتر خيره الرئيس اللي عمله، وربنا يبارك فيه. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بقيام جميع الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها. وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه ستكون هناك متابعة دورية لمختلف الملفات مع الوزارات المعنية بهدف تفعيل هذه التوصيات التي حدث توافق بشأنها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن. كما كلف مدبولي الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني استكمالا لهذا النهج خلال المرحلة الأولى، موجها بأن تتم الاستجابة لأي دعوات للمشاركة في جلسات الحوار المختلفة بما يسهم في تحقيق المستهدف من هذا المحفل الوطني. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة من المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي. وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود تلك المشروعات. هذا وأضاف مدبولي إلى أنه سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل عقب انتهاء المفاوضات مع المستثمرين، مؤكدا أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل وتشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة وتحقيق نقلة نوعية ومزايا متعددة للدولة المصرية. تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر عددا من المنظومات التدريبية الحديثة بقيادة قوات الصاعقة، واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمي لعدد من المنظومات التدريبية التي تم تطويرها وتحديثها لتوفير الوقت والتكلفة بما يحقق التدريب الجاد والواقعي لأفراد القوات المسلحة. عقبها المرور على معرض منظومات ووسائل الرماية التي تم تطويرها محليا داخل القوات المسلحة. كما شهد الفريق أسامة عسكر بيان تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية داخل أحد ميادين الرماية الإلكترونية المطورة، والتي عكست أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لأفراد قوات الصاعقة. كما ناقش عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ إجراءات الرماية والاستفادة من الوسائل التدريبية الحديثة لرفع مستوى الكفاءة القتالية، مشيدا بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في التنفيذ. استقبل الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس وزير الخارجية سامح شكري بمقر الرئاسة القبرصية. وخلال اللقاء أكد الوزير شكري تطلع مصر للمزيد من مجالات التعاون المشترك والعمل سويا لتطوير أوجه التعاون القائم، بما يجعل منه نموذجا يحتذى به في مجال علاقات التعاون بين الدول الصديقة. من جانبه أكد الرئيس القبرصي حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الراسخة مع مصر ومواصلة التفعيل وتعزيز مختلف أطر التعاون التي تجمع البلدين، وشدد على أهمية البناء على ما تم الاتفاق عليه خلال زيارته المتعددة للقاهرة خلال العام الماضي ولقاءاته المثمرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من رؤى للارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين والعمل على ترجمتها إلى تعاون ملموس يحقق مصالح الشعبين الصديقين. The very best way.
ترأس وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس جلسة مباحثات ثنائية وموسعة بحضور وفدي البلدين في نيكوسيا. وخلال المباحثات اتفق الجانبان على أهمية الإسراع في عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة بين البلدين، كما تناول سبل تعزيز التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص. كما تطرقت المناقشات إلى الأزمة الحالية في قطاع غزة، حيث توافق الجانبان حول أهمية تكثيف التحركات الإقليمية والدولية لتحقيق الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في القطاع وتعزيز نفاذ المساعدة الإنسانية اللازمة والحيلولة دون توسيع دائرة الصراع، فضلا عن إطلاق عملية سياسية تهدف إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية. افتتح وزير الخارجية سامح شكري التوقيع على كتاب كبار الزوار لوزارة الخارجية القبرصية، والذي استحدثته الوزارة كتقليد جديد للزيارات. هذا وحرص وزير الخارجية القبرصي على أن يكون شكري أول الموقعين بالكتاب الجديد في إطار علاقات الصداقة التي تجمع مصر وقبرص. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي، أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص الجانبين على زيادة التعاون البناء بين مصر وقبرص وتعزيز العمل من خلال المنظمات الإقليمية المشتركة وزيادة الدعم المتبادل بين البلدين. كما شدد شكري على تطلع مصر وقبرص لتوقيع العديد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين. لقد أكدنا على التعاون البناء بين مصر وقبرص فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية والدولية، وكذلك العمل في إطار المنظمات الدولية بناء على قيمنا المشتركة والتزامنا المشترك بالقواعد الدولية. ولقد ناقشنا كذلك التعاون الاقتصادي والهجرة والدعم المتبادل للبلدين بما في ذلك أمور أخرى ذات مصلحة مشتركة. ولقد أعدنا التأكيد عن رضائنا عن التقدم في تعاوننا على المستوى الثنائي، ونحن نعمل لتعزيز هذا التعاون بين البلدين في كل القطاعات خاصة الطاقة بما في ذلك الغاز والنفط والكهرباء، وفي مجال التجارة والاستثمار ومجال المصائد السمكية والطاقة المتجددة والزراعة. واتفقنا كذلك على وجود مجلس للأعمال المشترك كمتابعة للنقاشات التي أجراها الرئيس في مصر في أبريل الماضي. ولقد ألقينا الضوء على أهمية عقد الجلسة الثانية من المفوضية الوزارية رفيعة المستوى لتحقيق الاتفاق بين الرئيسين، ونتطلع لتوقيع عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم لكي تهدف إلى حماية مصلحة الشعبين. كانت فرصة رائعة كذلك لمناقشة التعاون الثلاثي مع اليونان بعد زيارة وزير الشؤون الخارجية اليوناني لمصر مؤخرا، واتفقنا على انتهاء من التحضيرات لهذا الاجتماع من خلال الآلية الثلاثية التي سوف تستضيفها مصر قريبا. كما شدد وزير الخارجية سامح شكري على أن الوضع المتدهور في المنطقة تصدر مباحثاته مع الجانب القبرصي، خاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الإطار أكد شكري أن مصر تعمل مع كل الأطراف لوقف إطلاق النار وإجبار المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني. مصر تعمل مع كل الأطراف وأصحاب المصلحة لتحقيق وقف إطلاق النار، وتدعو كذلك المجتمع الدولي لإظهار مسؤوليته في هذا الصدد، وكذلك زيادة الضغط من أجل السماح بتيسير الدخول السلس والآمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار الأخير الذي تم تبنيه 2027، والذي يدعو إلى وجود آلية في غزة بغرض تقديم أحجام كبيرة من المساعدة. ومصر كذلك تحث المجتمع الدولي خاصة الدول المانحة على أن توسع دعمها لعمل المنظمات الإنسانية الدولية وخاصة أونروا، وهي دورها غير قابل للتغيير في غزة، ولذلك يجب أن نقدم الخدمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني ليس فقط في غزة ولكن كذلك في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية. لذا نحن نؤمن بأن دور أونروا دور لا يمكن الاستغناء عنه، ولا يجب أن نوقفه
بسبب أي إجراءات سيئة من قبل البعض، فهذا لا يجب أن يؤدي إلى القفز إلى استنتاجات وإعاقة أونروا وهذه المنظمة الإنسانية الدولية من تقديم مساعداتها. من جانبه أكد وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس أن مصر وقبرص شريكان استراتيجيان، مشددا على حرص البلدين على تعزيز العلاقات بينهما. وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة، أكد وزير الخارجية القبرصي أن الالتزام بالقانون الدولي ومحدداته هو أساس العلاقات بين الدول. مصر وقبرص شريكان استراتيجيان قد عملا معا عن كثب لتعزيز العلاقات بالبناء على الثقة، المصلحة المشتركة والشفافية، ونحن نعمل دفء إلى تعزيز العلاقات والشراكة المشتركة فيما بيننا. كان هذا هو محور نقاشنا اليوم، وأشرنا على وجه التحديد إلى 4 موضوعات. الموضوع الأول، نحن نعتبر أنه عنصر الأساس الالتزام المشترك بالقانون الدولي وكذلك النظام العالمي القائم على القانون العالمي من أجل تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي. وأطلعت الوزير على التطورات الأخيرة التي حدثت وعن دعمنا لمبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة والعمل معه لكي نتوصل إلى حل ونبدأ المفاوضات من أجل التوصل إلى حل دائم لترتيب المسألة فيما يتعلق بتحديد الإجراءات التي يجب أن يتم تنفيذها في إطار القرارات الخاصة بمجلس الأمن. وفي هذا الإطار، فإن مبدأنا دائما في المنتديات الدولية هو تعزيز هذا التعاون. تستضيف القاهرة اليوم جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية قطرية من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة. تشمل الجولة الجديدة الحديثة عن صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين. هذا وقد أكد قيادي في حركة حماس أن وفد الحركة سيزور القاهرة لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار مع المسؤولين المصريين والقطريين. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن بلاده ترى مساحة لمواصلة المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويأتي ذلك فيما يواصل مختلف الوسطاء جهودهم لبحث المقترحات المقدمة من الجانبين بغرض الوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق. مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل شهره الخامس ويتسبب يوميا في سقوط المئات من الضحايا المدنيين، تتضافر مختلف الجهود السياسية للوسطاء الإقليميين والدوليين وعلى رأسهم مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. الجولة الأحدث لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى منطقة الشرق الأوسط حملت في طياتها إشارات بأن آمال تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار ما زالت قائمة، وذلك على الرغم من تحفظه على بعض النقاط التي طرحتها حركة حماس في مقترحها للاتفاق. خلال وجوده في تل أبيب، قال بلينكين إن واشنطن ترى مساحة لمواصلة المفاوضات لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق. وتقترح حماس وقفاً لإطلاق النار لمدة 4.5 أشهر يتم خلالها إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة وسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع والتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب، وهو المقترح الذي من المرتقب بحثه خلال اجتماعات في القاهرة لمسؤولين من مصر وقطر مع وفد من حماس بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. مقترحات حماس قابلتها محاولات للمراوغة السياسية الإسرائيلية ربما لتحقيق أكبر قدر من المكاسب.
إذ رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقترحات وجدد تعهده بتدمير حماس، مؤكدا أنه لا خيار أمام إسرائيل سوى القضاء عليها، ولافتا إلى أن الرضوخ لمطالب حماس لن يؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين وسيقود لأحداث أخرى مشابهة لما حدث في 7 أكتوبر على حد قوله. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باجتماع مرتقب اليوم لمجلس الحرب المصغر لبحث رد حركة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين. وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى احتمال جيد لموافقة المجلس على مقترح اتفاق لوقف إطلاق النار شريطة أن تكون البنود مناسبة لتوجه الحكومة الإسرائيلية. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مواصلة واشنطن التركيز على إعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة. وخلال لقاء مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين أشار بلينكين إلى بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بجهود إعادة المحتجزين وآخر المستجدات المرتبطة بأمن إسرائيل. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق جادي أزنكوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يتخذ قرارات بشأن مستقبل غزة، مشيرا إلى أن الأمر يصب في صالح حركة حماس. أضاف أزنكوت خلال اجتماع لحزب الوحدة الوطنية أن عدم اتخاذ نتنياهو لقرارات في القضايا المهمة يؤدي إلى استعادة حماس بعضا من قدرتها التي تمكنها من العودة إلى مناطق شمال قطاع غزة. أبدى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن قلقه البالغ إزاء الصور والمشاهد الواردة من قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس بريس أكد خان اطلاع المحكمة بتحقيق نشط بشأن ما يحدث من انتهاكات في غزة، مشيرا إلى محاولة المحكمة الجنائية الدولية جمع الأدلة اللازمة قبل التحرك بمجرد بلوغ الأدلة المستوى المناسب وفقا لما يقرره قضاة المحكمة. اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن تدمير المباني بشكل ممنهج والذي يؤكد خبراء ومنظمات حقوقية أن إسرائيل تقوم به في قطاع غزة بغرض إقامة منطقة عازلة غير قانوني ويرقى إلى جريمة حرب. وقال تورك إن التدمير الواسع النطاق للممتلكات والذي لا تبررها الضرورة العسكرية ويتم تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي يرقى إلى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب. And the use of unnecessary or disproportionate force by the Israeli security forces are extreme. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 27,840 شهيدا و 67,317 مصابا، ذلك منذ 7 أكتوبر 2023. وفي تقريرها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال 15 مجزرة بحق المدنيين في القطاع، أسفرت عن استشهاد 130 وإصابة 170 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وأفادت السلطات الصحية أن مجمع ناصر الطبي يتعرض لكارثة صحية وإنسانية بسبب الحصار والاستهداف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن 300 كادر طبي و450 جريحا و10,000 نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع وسط نقص حاد في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية. Thank you.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث دخل العدوان الإسرائيلي يومه 25 بعد 100 على التوالي. تستمر قوات الاحتلال في قصفها الوحشي على القطاع برا وجوا وبحرا، أدت إلى العشرات من الشهداء والجرحى. 125 يوما مرت على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، عدوان ما زال يحصد الأرواح حتى اقتربت حصيلة شهداء من نحو 28 ألفا غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما وصل عدد الجرحى والمصابين إلى نحو 67 ألفا، علاوة على أكثر من 8000 فلسطيني في عداد المفقودين تحت ركام المباني المهدمة وفي الطرقات. جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن انتهاء المرحلة الأولى من العدوان التي تركز فيها القتال على شمالي غزة، ثم أعقبتها عمليات في وسط وجنوب القطاع في مدينة غزة وخان يونس التي تشهد منذ أسابيع اشتباكات عنيفة وقصفا جويا متواصلا، فيما تشهد مدينة رفح أقصى جنوب القطاع قصفا متقطعا واستهدافات مركزة، وهي التي تستضيف أكثر من 1,000,000 نازح فلسطيني تقطعت بهم السبل منذ أيام العدوان الأولى، ولا يزالون في ظروف قاسية وغير إنسانية. عمليات إسرائيلية متوقعة على رفح، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انزعاجه منها حال حدوثها قائلا إن تداعياتها قد لا يتصورها أحد، مجددا مطالبته بوقف إنساني فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع المحتجزين والأسرى. ويعيش في رفح الفلسطينية أكثر من 1,300,000 نازح وسط ظروف إنسانية ومعيشية يائسة، يعانون من نقص الغذاء والمياه والوقود وانقطاع دائم للكهرباء وخروج أغلب المستشفيات من الخدمة فضلا عن سوء الأحوال الجوية. الجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتوقف على قتل الأبرياء، بل طالت أيضا وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي تواجه حملة إسرائيلية ظالمة، استدعت من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الاتهامات والمزاعم الإسرائيلية، وتواجه الوكالة خطر توقف التمويل الدولي المخصص لها، مما سوف ينعكس على خدماتها للفلسطينيين خصوصا في قطاع غزة. يعاني سكان غزة وتحديدا في جباليا من نقص بكل موارد الحياة، بينما هم محاطون بالأنقاض، ويكابد النازحون من أجل البقاء على قيد الحياة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم. يعني هذا حال مش عارف ايش اقول لك، ميؤوس منه جدا جدا جدا. احنا مدام نرتاح قاعدين، احنا بنفحر تحت الردم، هذا الخط للعلم، بس احنا طلعناه من تحت الردم، بلك افحر 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 عبين ما تصل المية. يعني مش عارف ايش نقول اكتر من هيك، خذ المية ونطلع منها الرمل نخذها للطبيخ. جينا نعبوا مية من منطقة لمنطقة، بنعبوا مية كل اسبوع لما تجينا ميه تطلع الناس تفرجوا على الناس شو عملوا. ما يشمل ان نغسل في اواعينا ولا نتغسل ولا مش عارفين ايش نعمل، دورنا تهدمت والطرق مسكره ولا في اي حاجه في البلد. أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها اشتبكت مع قوة من الاحتلال الإسرائيلي في مفترق الصناعة بغزة، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى. وأشارت الفصائل إلى أنه تم استهداف دبابة من نوع ميركيفا 4 قاذفة الياسين 105 في محيط مفترق الصناعة بمدينة غزة. أظهر استطلاع رأي إسرائيلي نشرته وكالة رويترز أن 51% من المشاركين يعتقدون أن استعادة المحتجزين في غزة يجب أن تكون هي الهدف الأول للحرب. وأوضح الاستطلاع أن 36 فقط من المشاركين يرون أن هدف الحرب يجب أن يكون الإطاحة بحركة حماس.
استشهد شاب فلسطيني من بلدة كفر عين شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوعين من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها للبلدة. وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى 386 شهيدا. يأتي ذلك بينما أصيب شاب بجروح خطيرة جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه عند حاجز دير شرف في نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة. محمد ما سمعتش صوتك اللي كان بيقع. قلوبنا حاسه في قلوبنا احنا. طلب عليك. حاسه في قلوبنا احنا والله. حاسه في قلوبنا احنا مرمانين ليه؟ احنا قاعدين مكفر بابا الشيخ. 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 الله اكبر. الله اكبر. وما زالت نشرة السادسة مستمرة وتتابعون فيها. القوات الأمريكية تشن غارات على أهداف اليمن وألمانيا ترسل فرقاتة للبحر الأحمر للمشاركة في تأمين الملاحة البحرية. يستمر معبر رفح في استقبال المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين من جميع الدول، ذلك بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني. في السياق ذاته تستقبل مستشفيات العريش عددا من الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم لتلقي العلاج في مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد. للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب مباشرة من العريش. يعني محمد أطلعنا، ما المشهد عندك؟ نعم، تحياتي لك في البداية ولجميع المشاهدين. بالفعل ما زالت تغطيتنا مستمرة لجميع عمليات وصول الشاحنات إلى معبر رفح البري. نتحدث اليوم عن 66 شاحنة وصلوا إلى معبر رفح وقاموا بالعبور إلى معبري كرم أبو سالم ومعبر العوجة. هذه المساعدات أيضا بالإضافة إليها توجد 6 شاحنات خاصة بالمساعدات الطبية والدوائية و6 شاحنات أخرى خاصة بالوقود، 4 منهم خاصة بالسولار و2 من الغاز الطبيعي. فيما يخص مطار العريش، بالفعل قد وصلت 3 طائرات أمس إلى مطار العريش، 2 منهم من المملكة الأردنية الهاشمية وتحمل على متنها يعني حوالي 13,000 طن من المساعدات، وطائرة من المملكة العربية الإمارات العربية المتحدة تحمل 39 طن من المساعدات الخاصة بالخيام والأدوية والمستلزمات الطبية. أيضا فيما يخص عبور بعض الجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفح، فنتحدث عن 18 حالة يرافقهم 31 من ذويهم إلى مستشفى العريش ومستشفى الشيخ زويد. يمكن هذا هو المشهد تقريبا اليوم في مدينة العريش واستقبال المساعدات. نذكر أيضا
أن أمس كانت هناك زيارة في غاية الأهمية لرئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، قد وصلت إلى مدينة العريش وقامت بتفقد مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر، وأشادت بالدور الكبير الذي يلعبه الهلال الأحمر في استقبال المساعدات وتخزينها بشكل سليم وبشكل صحيح، تمهيدا لتسليمها إلى الأشقاء الفلسطينيين في معبر رفح. يمكن هذا هو المشهد لدينا من الأمس وحتى الآن. نعم في محمد. مدينة العريش، وأعود إليك مرة أخرى. محمد الخطيب مباشرة كنت معنا من العريش، شكرا جزيلا لك. أعلنت قوات القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربتين في اليمن استهدفتا صاروخي كروز مضادين للسفن. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن الصاروخين تابعان لقوات الحوثي وكان جاهزين للإطلاق على سفن في البحر الأحمر. هذا وغادرت فرقاطة للبحرية الألمانية اليوم في اتجاه البحر الأحمر بهدف تأمين الملاحة البحرية والمشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية. وأوضح مصدر عسكري ألماني أن الفرقاطة هيسن التي أبحرت من ميناء بولاية ساكسونيا السفلى يتألف طاقمها من 240 شخصا وستكون في حال تأهب دائم، مشيرا إلى أن الفرقاطة تستطيع التعامل مع هجمات محتملة بصواريخ ومسيرات وزوارق انتحارية يتم التحكم فيها من بعد. الفرقاطة مكلفة بناء على تفويض من الاتحاد الأوروبي بمرافقة السفن التجارية واعتراض أي صواريخ تدنو منها، منوها إلى أن مهمتها قد تستغرق حتى أبريل المقبل. اتهمت الحكومة العراقية التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بأنه تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق، وذلك عقب الضربة الأمريكية التي أدت إلى مقتل قيادي في كتائب حزب الله. وقال المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن الضربة الأمريكية تهدد السلم الأهلي وتخرق السيادة العراقية، مشيرا إلى أن هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي وقت مضى إلى إنهاء مهمة التحالف الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق ويهدد بجر العراق إلى دائرة الصراع الإقليمي. تفقد رئيس مجلس السيادة السودانية القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان المواقع الأمامية للجيش بمنطقة أم درمان، وتلقى البرهان تقريرا عن سير العمليات العسكرية، كما تفقد بعض المواقع والتقى جنود الجيش السوداني. أعلنت الأمم المتحدة أن طرفي النزاع السوداني اتفقا على عقد اجتماع سيكون على الأرجح في سويسرا لبحث مسألة إيصال المساعدات الإنسانية. وتشهد الولايات السودانية قتالا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وفشلت الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى مفاوضات سلام حتى الآن. في بارقة أمل قد ترسم ابتسامة ارتياح على وجوه 25 مليون سوداني يعانون من المجاعة ونقص الغذاء، أعلنت الأمم المتحدة أن طرفي النزاع اتفقا على عقد اجتماع سيكون على الأرجح في سويسرا لبحث مسألة وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيمات النازحين. وأطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع 4 مليارات و100 مليون دولار للاستجابة في بداية العام لتلبية الاحتياجات الإنسانية لدى شعب السودان، حيث قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إن النقص في وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين السودانيين فادح، ومن الضروري الإسراع في إنقاذ الملايين من الشعب السوداني قبل أن تفترسهم أنياب الجوع. وعلى مدى أشهر اتسعت رقعة العمليات العسكرية لتمتد إلى ولاية الجزيرة التي كانت تعتبر سلة غذاء البلاد، وهو ما أثر على مخزونات الغذاء، فبات الجوع لا يستثني أحدا من السكان، بحيث يواجه نحو 18 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد أزمة حادة. وأصبح نحو 75% من المرافق الصحية في الولايات السودانية التي يطالها النزاع خارجة عن الخدمة، فضلا عن تفشي أمراض مثل الكوليرا والحصبة والملاريا. وتسبب العنف في فرار أكثر من 1,500,000 شخص ولجوئهم إلى مصر وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وجنوب السودان.
بدأ ملايين الناخبين في باكستان الإدلاء بأصواتهم لاختيار نواب البرلمان الاتحادي البالغ عددهم 336 نائبا إضافة إلى أعضاء البرلمانات الإقليمية. وتجرى هذه الانتخابات على وقع توترات أمنية وسياسية، ويتوقع أن تفضي إلى عودة رئيس الوزراء السابق نواز شريف لتولي رئاسة الحكومة لولاية رابعة. انتخابات على وقع توترات أمنية وسياسية، هكذا هو المشهد في باكستان التي تشهد انتخابات تشريعية، حيث فتح 90,000 مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين اليوم للإدلاء بأصواتهم لاختيار نواب البرلمان الاتحادي البالغ عددهم 306 بالإضافة إلى أعضاء البرلمانات الإقليمية. انتخابات تجرى غداة مقتل عشرات الأشخاص في تفجيرين انتحاريين وقعا جنوب غربي البلاد، مما يلقي بمخاوف تتعلق بسلامة عملية الاقتراع والتصويت. أوضاع أمنية صعبة قوبلت بإجراءات مشددة من السلطات، حيث أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية تعليق خدمات الهاتف المحمول مؤقتا في جميع أنحاء البلاد، فيما تم الإعلان عن إغلاق حدود البلاد مع الجارتين إيران وأفغانستان. عملية اقتراع تجرى في خضم مناوشات سياسية ساخنة بين التيارات والأحزاب السياسية، وسط اتهامات بالتزوير وجهتها المعارضة للحكومة عقب حملة قمع استهدفت حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان. وشكت المعارضة خصوصا حزب الإنصاف الذي يقوده خان من قيام السلطات بمنع الحزب من تنظيم تجمعات انتخابية وتقييد تغطية وسائل الإعلام لنشاط المعارضة، علاوة على رفض مفوضية الانتخابات أوراق عشرات من مرشحي الحزب. وتدور المنافسة في هذه الانتخابات بين حزب الإنصاف وحزب الرابطة الإسلامية الذي يتوقع أن يحقق الفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الاتحادي. هي إذن انتخابات واستحقاق تشريعي يأتي في بيئة سياسية شديدة الاستقطاب وسط هجمات مسلحة وأزمة اقتصادية، ولا أحد يعلم هل ستسهم هذه الانتخابات في تهدئة الوضع المتأزم في باكستان أم ستزيد الأمور تعقيدا. فاز إلهام عليف بولاية رئاسية خامسة في أذربيجان بحصوله على أكثر من 90% من الأصوات. وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظهر بنخوف إن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 67.7% من الناخبين. وفور صدور النتيجة نزل الآلاف من أنصار الرئيس إلى شوارع العاصمة باكو للاحتفال بفوزه. أعلنت قوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية بدء تدريبات مشتركة منتظمة مع نظيرتها الأمريكية في مدينة ساحلية بجنوب شرق البلاد، ذلك لتحسين القدرات القتالية. وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن التدريبات مدتها 3 أسابيع بمشاركة حوالي 400 من قوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية كجزء من برنامج التدريبات البحرية الكورية لمشاة البحرية الأمريكية. ويحشد الجانبان مختلف المعدات والأصول العسكرية للتدريبات، بما في ذلك المركبات الهجومية البرمائية والمركبات الجوية غير المأهولة.
نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ندوة توعوية لعدد من مزارعي قرية قطيفة مباشر الإبراهيمية بمحافظة الشرقية تحت رعاية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية المرحلة الثانية، ويأتي ذلك ضمن مبادرة إزرع التي أطلقها التحالف للحديث عن المعاملات الأولية لمحصول القمح والنهوض به. وناقشت الندوة أهمية مبادرة إزرع وعن المعاملات الأولية لمحصول القمح من خلال لقاء مع المزارعين للتوعية بأهمية القمح والتعريف بالمبادرة وحزمة التدخلات والخدمات التي تقدمها المبادرة بتوزيع تقاوي القمح بنصف الثمن. المبادرة بتوفر تقاوي للمزارع بنص الثمن. المبادرة في الفترة ديت وفرت حوالي تقاوي 20,000 فدان تم زراعتهم في المحافظة الشرقية. المبادرة على مستوى الجمهورية في 16 محافظة في صدد إنها تبقى تدخل في حوالي مليون فدان، زراعة مليون فدان على مستوى الجمهورية. مبادرة إزرع في مرحلتها الثانية اللي بتضم 16 محافظة للوصول لمساحة مليون فدان لخدمة 500,000 من أهالينا المزارعين. موجودين النهاردة انتهت المرحلة الأولى من توزيع التقاوي وبنصف التكلفة. استفدنا من المبادرة ان احنا خدنا القمح بنص سعر وبيتابعونا طبعا، الزراعة بتتابعنا، وكان النهاردة الأستاذ ريمون معانا والناس كلها كانت موجودة بيسألوا أي استفسار على أي حاجة. وقفتنا الاقتصادية بنشرة السادسة وسارة النجيب، أهلا بك سارة. شكرا سحر وحكمة. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً عن مؤشرات الطلب العالمي على الفحم وسط توقعات بانخفاض هذا الطلب بحلول عام 2026. وأضاف التقرير أن الطلب العالمي على الفحم شهد ارتفاعاً بنسبة 1.4% في عام 2023 ليتجاوز 8.5 مليار طن للمرة الأولى بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء وضعف إنتاج الطاقة الكهرومائية. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2 تريليون جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 28,411 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 6,886 نقطة. وزاد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 9,679 نقطة. وأما في أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط بسبب توترات الشرق الأوسط والانخفاض غير المتوقع في مخزونات الوقود الأمريكية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا بما يعادل 1.2% ليصل إلى 80 دولارا وسنتين اثنين للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتا لتصل أي حوالي 97% لتسجل 74 دولارا و58 سنتا، فيما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.8% لتصل إلى $2.76 سنتا للتر. وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.2% لتسجل $2.12 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أعلنت شركة ميرسك للشحن أنها تتوقع أرباحاً أقل بكثير من مستوى العام الماضي خلال العام الحالي، ذلك بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر. وقالت الشركة أنها تتوقع أن تتراوح الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بين مليار دولار وستة مليارات دولار هذا العام، مقارنة بنحو 9 مليارات و600 مليون دولار حققتها العام الماضي. قالت ميرسك في بيان إنه لا يزال هناك قدر كبير من الضبابية يكتنف مدة الاضطراب في البحر الأحمر ومستواه. سجلت الصين تراجعاً في أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 8% خلال يناير الماضي في أسرع وتيرة منذ أكثر من 14 عاماً، بينما يشير انخفاض الأسعار إلى أن المنتجات أقل ثمناً، إلا أن الأمر يمثل تهديداً للاقتصاد بشكله الكلي في حال لجوء المستهلكين لتأجيل عمليات الشراء على أمل انخفاض أكبر في الأسعار. هذا وسيفاقم هذا التراجع الدعوات للمسؤولين لبذل مزيد من الجهود لإنعاش الاقتصاد. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى سحر وحكمة. إليكم. شكرا لك يا سارة. وبالأخبار الاقتصادية نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة، ويتبقى التذكير بالعناوين. الحكومة تعلن البدء الفوري في تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بشأن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية. شكري ونظيره القبرصي يتوافقان على تكثيف التحركات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق نار شامل في غزة وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة. برعاية مصرية قطرية، القاهرة تستضيف جولة جديدة من المفاوضات التهدئة في قطاع غزة، وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين أبرز محاور المناقشات. إذن انتهت نشرة السادسة، شكرا لكم وإلى اللقاء في أمان الله.